فلما كانت الحلقة 24 وفيها الليلة التالية، أسرع الملك شهريار إلى القصر كعادته كل ليلة بعد أن فرغ من شؤون الدولة. فإذا جوار وخدم ومماليك وحشم ووصائف وولدان وقهرمانات وغلمان وشموع تتوقد وقناديل تتوهج ومجامر يتراقص عليها دخان البخور وتحوم عليها أرواح العطور ومائدة حافلة بما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب. ولكن الملك شهريار عبر هذه المباهج كلها وكأنه لا يراها، وتفقد شهرزاد حيث تعود أن يلقاها، فلما لم يجدها استبد به الغضب وناداها: شهرزاد، يا شهرزاد! جاريتك يا مولاي. أين أنت؟ وما هذا الذي أراه؟ أردت يا مولاي أن... تقولين أردت؟ منذ متى كانت لك إرادة؟ أنت هنا لا تريدين، إنما أنا الذي أريد. أمرك يا مولاي. من قال لك إنني أريد أن أسمع أولئك الجواري؟ وما هذه الوصائف والقهرمانات؟ وما تلك الموائد يا شهرزاد؟ أنا لا أريد أن أجلس إلا إلى مائدتك أنت التي تمدينها لي كل ليلة فتصيب منها أحلامي يا شهرزاد. يا كهرمان، ارفعوا هذه الموائد واصرفوا هؤلاء الجواري. عفوك يا مولاي، فقد كنت أريد أن أحتفل بآخر ليالينا. آخر ليالينا؟ آخر لياليك معي وآخر ليالي من الحياة. ولماذا يا شهرزاد؟ ألست تريد قتلي يا مولاي؟ نعم، ولكن بعد أن أسمع بقية قصة معروف ذلك الإسكافي الذي أصبح ملكا على ختان، أريد أن أعرف ما جرى له بعد ذلك. جرى له ما يجري على كل إنسان، فعاش مع زوجه قمر بأرض ختان حتى أدركه هادم اللذات ومفرق الجماعات فمات. ثم ماذا؟ وماذا بعد هذا؟ لا أدري ماذا، ولكن تكلمي تكلمي، حدثيني، فلا أستطيع أن أذوق النوم إلا على صوتك يا شهرزاد. وقد سمعت قصة معروف الإسكافي، فإذا لم يكن غيرها فلا أقل من الوقوف عندها والتعليق عليها. إن قصة معروف الإسكافي المصري تشبه قصة حسن الصائغ البصري. أي شهرزاد، وإذا كنت ستتركين الحياة غدا فاملئي ليلتنا بأحلامك قبل أن تفرغ منك هذه الليالي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وفي مدينة البصرة فتى صائغ اسمه حسن البصري، وكانت صنعته الصياغة، وكان له دكان في الصاغة يكسب منه قوت يومه وينفق منه على أمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام أغلق فيه دكانه قبل موعده وذهب إلى أمه يحمل صرة في يده. افتحي يا أمه. من الذي يطرق الباب؟ افتحي يا أم، أنا حسن. حسن، ما الذي أرجعك الآن؟ اقفلي الباب علينا. ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء، قفلت الباب. إنك تثير خواطري يا ولدي، ماذا حدث؟ إن قلبي يحدثني أنك... انظري يا أمه. ماذا؟ انظري يا أمي. حسن، أمي، انظري. لا
لقد كان أبوك رجلا شريفا يا حسن، من أين لك هذا يا ولدي؟ لا تجزع يا أم، فما كنت لأخلف ظنك بي، إنها 15,000 درهم. 15,000 درهم؟ يا مصيبتي فيك يا سوء. انتظر يا أم حتى أقص عليك ما حدث، وستفرحين بعد ذلك أيتها الأم الصالحة. ولكن اسمع يا أمي، بينما أنا في الدكان ظهر هذا اليوم، إذا رجل مجوسي عجوز يدخل علي ويخرج من جيبه كتابا عتيقا ينظر فيه ثم ينظر إلي، فتعجبت من أمره وبادرته بالكلام: سيدي، أنا في خدمتك، فهل تريد شيئا يا سيدي؟ يا ولدي، أنت شاب مليح، وقد حرمت من الولد، وقد مال قلبي إليك، وأنا أملك سرا لا يعرفه غيري، وأخشى أن أموت فيدفن معي هذا السر. أي سر يا سيدي؟ لا أريد أن أشرح لك، وإنما أريد أن ترى بعينك حتى يدخل اليقين إلى قلبك. أحي النار، نار الكير، وركب البودقة، أقفل الباب علينا يا ولدي. إلى هذا الحد يا عم؟ وأكبر من هذا الحد. أشعل هذا القنديل يا ولدي حتى ترى جيدا. والآن يا ولدي ناولني أي قطعة من النحاس. ألا أجد عندك قطعة من النحاس؟ عندي طبق قديم مكسور. حسن جدا، هاته يا ولدي. إليك هذا الطبق، ضعه في هذه البودقة يا ولدي، أشعل النار جيدا. والآن انظر إلى هذا القرطاس، إن فيه ضرورا نضع منه مقدار نصف درهم، هكذا. يا إلهي، إن النحاس ينصهر بهذه السرعة، بل هو يتحول من معدن خسيس إلى معدن نفيس. ذهب، ذهب، هذا هو السر، الإكسير، إنها الكيمياء، السمية الروحانية أيضا يا ولدي. حسن، لقد صار سبيكة من الذهب الإبريز، انتظر قليلا ريثما تبرد، واذهب إلى السوق فاعرضها على الصاغة. انتظر يا سيدي. ماذا تصنع؟ أتختبرها؟ لا، إنها من الذهب الخالص يا ولدي. يا إلهي، إنها ذهب، 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 ذهب. هذا هو السر الذي أريد أن أخصك به، أخشى أن أموت ويقبر هذا السر إلى الأبد. وقد أحببتك يا ولدي، واستخرت الله أن أطلعك على أسرار صناعة الكيمياء، ذلك الإكسير. سيدي، قم الآن وخذ هذه السبيكة وبحها في سوق الذهب. وهل أراك يا سيدي؟ سأعود غدا. متى يا عمي؟ في مثل هذا الموعد يا ولدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا عمي. وأسرعت بالسبيكة إلى سوق الذهب، فامتحنوها ووزنوها وقبضت فيها 15,000 دينار. وهل ستقابل هذا المجوسي ثانيا يا ولدي؟ نعم نعم، وسأحضر له هاونا من النحاس يزن 5 أقات ليحيله إلى ذهب، الذهب، الذهب. أنا لا أستريح إلى المجوس يا ولدي. ولكني مستريح، إنك لم تري ذلك العجوز ولم تسمعي منه، إنه عديم الذرية، وقد اتخذني له ولدا، وسيلقنني سر الكيمياء يا أماه.
إن ما حصلنا عليه اليوم يكفينا ويغنينا، فاقنع بما وصلت إليه ولا تتطلع إلى ما وراء ذلك، فربما كان فيه المهالك. إنك طيبة يا أمي، ودائما يمتزج حبك لي بالخوف علي. لا تخشي بأسا يا أمه. أمصمم يا ولدي؟ إنها فرصة الدهر يا أمي، فلا تضيعيها مني. يا بني افعل ما يروق لك، ولكن خذ حذرك، صنع الله لك. صباح الخير يا حسن. أهلا سيدي، تفضل يا عمي تفضل. ما هذا يا ولدي؟ إنه هاون من النحاس، أحضرته لك لتحيله إلى ذهب. هاون من النحاس؟ هل جننت يا ولدي حتى تبيعهم بالأمس سبيكة ب15,000 ثم تخرج عليهم اليوم بهاون من الذهب؟ هاون من الذهب؟ إن الناس ينكرون علينا وقد يتهموننا بصناعة الكيمياء، وأنت تعرف عقوبتها. صدقت يا عمي صدقت. إذا لقنتك سر هذه الصنعة فلا تستعملها إلا مرة كل عام، فهي تكفيك وتغنيك. صدقت يا عمي. ماذا تعمل يا ولدي؟ أركب البوتقة وأشعل الفحم. ولماذا يا ولدي؟ ألست تريد أن تلقنني سر هذه الصناعة؟ استن فاسمع يا ولدي. هذا الإكسير، ذلك الضرورة يا ولدي، نبات عشب لا ينبت إلا على قمة جبل قاف. جبل قاف؟ الجبل الذي ينقسم عليه السحاب لفرط ارتفاعه، وأنا لا أسافر إليه إلا مرة واحدة كل 10 أعوام، ولا أسافر إلا وحدي، ولا يعلم بهذا السر أحد غيري. فإن شئت أن تعرف مكان فلن أظن عليك بصحبتي. إنك تطوق عنقي بجميلك يا عمي. أنت ولدي يا ولدي. ومتى تسافر يا عمي؟ أنا أسافر في مثل هذه الأيام من كل عام. ومتى تنوي يا عمي؟ خلال أيام يا ولدي. إذن فاسمح لي أن أنطلق لأعد نفسي، أبيع دكاني وأستوثق من أمر أمي، ثم أعود إليك فأكون طوع يديك. لازمك التوفيق يا ولدي. اكتم السر يا ولدي. أفعل إن شاء الله إن شاء الله. في رعاية الله. وذهب حسن البصري فباع دكانه وأوصى بأمه أهله وإخوانه، وركب معه سفينة من البصرة لتقطع بهم هذه السفرة، وظلوا في البحر 3 شهور كأنها 3 دهور، إلى أن كان يوم من الأيام وحسن البصري جالس مع بهرام، إذ أبصر حسن في السماء طائرا يطير في الفضاء، ففرح حسن البصري وانشرح وصاح من شدة الفرح. عم بهرام، إنه طائر يطير في السماء. أبشر يا ولدي، فقد أوفينا على غايتنا من رحلتنا. الأرض الأرض. يلا يا ولدي. احمل هذه الغرائر على كتفك. مع السلامة يا عم بهرام. لا تنسوا موعدنا، سأنتظركم على هذا الساحل في أواخر العام القادم. انشروا الشراع وارفعوا المراسي وسيروا بسم الله.
ولكني لا أرى إلا قفارا ورمالا وصحراء ليس لها نهاية. انتظر يا ولدي. لقد كان البحر أرحم من هذه الصحراء. انتظر يا ولدي حتى تبتعد السفينة عنا، فإنهم ينظرون إلينا. افتح هذه الغرارة سترى عينك ما يصر له قلبك. ناولني هذا الطبل النحاسي. هذا الطبل النحاسي يا ولدي مرصود، إذا ضربت عليه حضرت النجائب ووصلت بنا إلى المقصود. انظر. يا طبول يا طبول، النجائب الخيول، يا طبول الخيول، مسرجة ملجمة، يا طبول يا طبول، النجائب الخيول ضيعه مسرعه، يا طبول يا عمي يا طبول. عمي انظر يا عمي، انظر انظر يا طبول، انظر الى هذا الغبار الذي ارتفع فجاه. انها النجائب يا ولدي. هذا عجيب عجيب، هذا عجيب هذا عجيب. وما ستراه اعجب. قفي قفي، بارك الله فيك، قفي قفي. هيا هيا يا ولدي، احمل متاعنا على هذا الحصان الأشهب واركب الحصان الأبيض. إنما أنا فسأركب هذا الحصان الأحمر. سم الله يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا ميمونة، سابق الرياح، سابق الظنون، هيا هيا. أسبوع يا عمي ونحن طائرون على هذه الجياد، نسبح في الفضاء بين الأرض والسماء. إذا كنت خائفا يا ولدي فارجع عنه. أرجع وهل إلى الرجوع سبيل؟ قل لي يا حسن، ماذا ترى أمامك؟ أرى هذا غمام يملأ المشرق والمغرب. بشرى يا ولدي. ليس هذا غماما، إنه جبل قاف ينقسم عليه السحاب ولا يمشي فوقه لفرط ارتفاعه، وهو قبلتنا وعلى قمته حاجتنا. قفي قفي يا ميمونة، قفي، بارك الله فيك. انزل يا ولدي، هاتي هذه الغرائر وهذه وهذه. هذا حسن، والآن انصرفي يا ميمونة، انطلقي بإذن الله. ماذا تفعل يا عم؟ كيف تصرفها؟ وعلى أي شيء نعود؟ أنسيت الطبل؟ إني أدعوها به في أي وقت نشاء، وسأدعوها بعد قليل بإذن الله. انظر يا ولدي إلى هذا الجبل. ياه، إن العين لا تصل إلى نهايته. ونهايته هذه هي التي يكمن فوقها السر. إن سر الكيمياء يركض فوق هذا الجبل. الإكسير، العشب الذي يجعل النحاس ذهبا. وكيف يمكن أن يصعد إليه الإنسان؟ سأدعو الآن النجائب الثلاث فأذبح إحداها. تذبح إحداها؟ نعم يا ولدي، وما صرفتها إلا لأقول هذا. سأدعوها الآن، إذا حضرت فسأثب أنا على الجواد الأشهب
وأذبحه وأنت تجذبه من ذيله فلا يستطيع حراكا. ثم لا، دع كلمة ثم هذه. إن أنت لا تعرف السر كله مرة واحدة ولا يمكنك أن تتلقنه دفعة واحدة، إنما سبيلي معك خطوة خطوة. والآن هيا بنا ننفذ الخطوة الأولى. أين الطبل؟ يا طبول يا طبول، النجاهب، الخيول مسرقة ملجمة. يا طبول، الخيول ضيعة مسرعة. قفي يا ميمونة، قفي، بارك الله فيك. هيا يا حسن، بسم الله، اجزبها من ذيلها فإنها لا تتحرك بإذن الله. أجهز يا عمي أجهز. هيا حسن، اسلق جلدها معي بسرعة بسرعة وهي ساقنة. هيا شد من هذه. هات يا عمي الذراعها والذراع الثانية. حسن يا حسن، والآن الخطوة الثانية، سأدخلك في هذا الجلد وأعطيك هذا السكين وأخيط عليك الجلد. من أنا؟ أنا ينزل عليك طائر الرخم فيظنك حيوانا نافقا فيحملك بين أظافره ويطير بك إلى قمة الجبل، فإذا حط عليه فشق الجلد بالسكين، فإذا رآك الطائر خاف منك وطار. ماذا تقول يا عمي؟ لا تخاف يا ولدي، إن هذه الطريقة الوحيدة للصعود إلى قمة جبل قاف، ولن يصيبك سوء بإذن الله يا ولدي. ثم ماذا بعد أن أصعد الجبل؟ لا، قلت لك دع كلمة ثم هذه، خطوة خطوة. تعال ننفذ هذه الخطوة. ادخل يا ولدي، لا تخف. نعم هكذا. ولكن يا عمي، ثق بالله، إنه مرصود لك ومكتوب عليك. العشب فوق ظهر الجبل، لا تنسى العشب يا حسن. والآن سأختفي أنا حتى ينزل الطائر عليك لأنه يخاف مني. يا عمي لا تتكلم فإن الطير نازل. أنا فوق الجبل أرى بقايا جثث وهياكل عظمية وحولها حطب كثير. هذا هو الإكسير، فلأرمي إليه بست حزم من هذا الحطب. إنه الإكسير. خذ يا عمي. 1 2 3 4 5 6 الله، عمي بهرام. فاستعبر الفتى وبكى وأن واشتكى وذكر أمه الوحيدة وبلاده البعيدة، وعرف أن الطمع قل ما جمع. وفجأة رأى طيور الرخم تسبح بحمد ربها، فتذكر الطريقة التي صعد بها وأسرع إلى جلد الحصان فدخل فيه وخاطه على نفسه ليخفيه، وفعلا أقبلت الطيور إليه وحطت عليه ثم حملته وطارت به غير بعيد. فلما أحس أنه على الأرض من جديد شق الجلد وخرج عنه، ففزعت الطيور
وخافت منه. وتلفت حسن البصري فإذا مدينة تلوح أسوارها وتناطح السحاب قصورها، فأسرع إلى بابها ودخلها وجعل يجوس خلالها. ياه، ما هذا كله؟ إنها مدينة رائعة حقا. ما هذه القصور الشاهقة؟ ما هذه الشوارع الفسيحة؟ ما هذه الرحبات؟ ما هذه الميادين؟ ولكن ما هذا الصمت الذي يخيم على الناس في هذه المدينة؟ لم ألاحظ ذلك إلا الآن. الناس صامتون، لا يتكلمون، جامدون، لا يتحركون. الدكاكين مفتوحة والموازين موضوعة والسلع معروضة وكل شيء ككل شيء. دكان أقمشة، الحرير في مكانه، والكشمير في إيوانه، والذراع والميزان، وكل شيء ككل شيء. الناس واقفون وأصحاب الدكاكين يعرضون، ولكن الجميع صامتون، لا يتحركون. هذا مخيف. فرضنا أنهم خرس لا يتكلمون، فلماذا لا يتحركون؟ طائر ينظر إلي ولا يطير، إنه غراب، غراب. كيف لا يهرب مني وهو الطائر الحذر؟ إنه لا يطير. يا إلهي، إنه حجر، تمثال تكاد تدب فيه حياة. وهذا كلب، ما باله ينظر إلي هكذا؟ إنه لا يتحرك هو الآخر. لقد انقلب على ظهره، إنه حجر، حجر. يا ربي، هذا شيخ يبدو أنه رجل طيب. يا سيدي، أنت يا سيدي، أنا رجل غريب عن هذه المدينة، لا أعرف فيها أحدا، فقل لي بربك، لماذا يقف الناس هكذا جامدين، لا يتكلمون ولا يتحركون؟ لا تنظر إلي هذه النظرة التي لا معنى لها، إنني أخاف. هل بك أن تدلني على خان أنزل فيه؟ أسألك بالله لا تنظر إلي هكذا. سيدي، سيدي، إنك تخيفني. تكلم، تكلم بالله. إذا كنت لا تفهم لغتي فتكلم بأي لسان. أسمعني صوتك، إني آنس إلى الصوت، إنه علامة الحياة. تكلم، تكلم. إنه تمثال، حجر، حجر. رجلان يتماسكان، أحدهما يهوي على الآخر بخنجره، ولكن يده واقفة لا ينزل بها. إنه حجر، حجر، حجر. هذا مخيف. ألا يوجد إنسان؟ ألا يوجد حيوان؟ ألا توجد حشرة؟ يا قوم، يا ناس، ياهو، ياهو. لا شك أنني في منام وأنها أطراف أحلام، ولكن لا، هذه يدي وهذه رجلي. لا لا لا، لا شك أنني جنون. أنا مجنون، أنا مجنون، أنا مجنون، أنا مجنون. تعبت يا ربي وأجهدني الجري، ولكن إلى أين أجري؟ وأين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ إن جسمي يكاد يتجمد من الرعب. ما هذا القصر الشامخ؟ سبحان الله، لابد أن ألتجئ إليه. يا قوم، يا هذا القصر، يا سكانه،
يا قوم، يا أهل الدار، يا إلهي، كل شيء ككل شيء، ولكن أين الحياة؟ يا لا بد أنه كان قصرا للملك. ترى أي شيء في هذه الحجرة؟ ما هذه الوسائل؟ ما تلك المسامير؟ الستائر الحريرية، البسط المفروشة، المجامر المنقوشة، يا حجر أنت فخر البشر، يا حجر لا يخيل إلي أني سمعت صوتا. لا، إنه الوهم، أنا واهم. أنت صخر أم بشر؟ لا حجر، لا ملاذ، لا بقر. من أنت بحق الله؟ يا حجر، من؟ يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ العهود لا تعود والوجود لا يجود. يا ربي، من أنت أيها الباكي؟ أنت مسكين، من أنت أيها الإنسان الحزين؟ وماذا يبكيك؟ أنا. وما هذه المدينة الصامتة الحزينة؟ من أنت؟ وأين أنا؟ وما هذه التماثيل؟ وما هذا الحجر؟ تعال أيها الغريب. من أنت؟ اقترب، لا تخش مني سوءا. ما سبب حزنك؟ وما سبب وحدتك؟ وما هذا البكاء؟ كيف لا أبكي وهذه حالتي؟ انظر جيدا. يا إلهي، إن نصفك الأسفل حجر ونصفي بشر. لا ترتعب مني، فأنا مسكين. ولكن أنت إنسي أم أنت جني؟ أنا إنسي مثلك، وكنت ملكا، كان اسمي محمود، سلطان الجزائر السود، وكانت زوجتي كاهنة عقيمة اسمها شواهي أم الدواهي. خافت أن أتركها أو أتزوج عليها، فسحرت لي، وبواسطة سحرها انقلب جميع الأحياء هنا إلى أحجار. التماثيل. وقيدتني اللعينة في هذا القيد الحجري، وبقي لي على هذا الوضع 7 سنوات. ياه، وكيف السبيل إلى النجاة؟ هيهات النجاة. وأين هذه الكاهنة الشريرة؟ إنها لا تأتي إلى هنا إلا مرة واحدة كل عام، فتجلدني بنبات الزفزاف الذي لا ينبت إلا على جبل قاف. العشب. نعم، العشب الذي لا ينبت إلا على جبل السحاب. ولكن هذا العشب يستعمل في الكيمياء وتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. كذب، هذا كذب. إنها الحيلة التي تستدرج شواهي بواسطتها في كل سنة إنسانا، وترسله إلى قمة جبل قاف ليرمي إليها بالعشب، ثم تتركه يموت فوق الجبل. عجبا، إنك تتكلم عن غريمي. ليس غريبا أن تكون هي ذلك الغريب، ولكن هذا رجل اسمه بهرام. أهو مجوسي عجوز؟ أجل، وهل كان معه الطبل النحاسي المسحور ينادي النجائب والخيول؟ أجل، إنه هي.
هي لقد دخلت علي أمس وهو موعدها كل عام في صورة مجوسي عجوز، فلطمتني بالعشب وجلدتني بالحطب، وبهذا قضي على هذه المدينة أن تتحجر عاما آخر، أنا وأن أظل أنا الآخر هكذا. أنا أيضا نصفي حجر ونصفي بشر. أنا أيضا ضحية هذه الكاهنة. ما كان يخطر بالبال أن يكون ذلك المجوسي بهرام هو شواهي الساحرة الكاهنة. أنت ضحية هذا العام؟ أنا ضحية هذا العام. عجبا عجبا، كيف إذا نزلت من جبل قاف؟ نزلت منه بالطريقة التي صعدت بها. إذا فأنت يا أخي سعيد الحظ. سعيد الحظ؟ وكيف يكون سوء الحظ؟ قل لي، كيف أستطيع أن أرجع إلى بلادي؟ إن بينك وبين أول عمار مسيرة 10 سنوات. عشر سنوات؟ ولكن إذا ملكت النجائب الفحول فإنك تقطعها في 3 شهور. النجائب؟ ولن تملك النجائب والفحول إلا إذا ملكت الطبل المسحور. وكيف السبيل إلي؟ إذا قتلت الكاهنة أي ذلك المجوسي فإنك تنجيني وتنجي نفسك. معنى هذا أنني أنتظر معك طول العام في هذه المدينة المسحورة الخراب. لو كان هناك سبيل آخر كان هناك مجال للاختيار. ستعيش معي طول العام حتى تدور الأيام فتدخل علي وهي آمنة، فعندئذ تنقض أنت عليها فينفك سحري وتملك الطبول وتستدعي النجائب والخيول وتعود إلى أهلك سالما ظافرا غانما. ولكن أنتظر طول العام؟ لا بأس أن تنتظر عاما أو بعض عام، فقد طالت بنا السنين والأعوام. لقد آن الأوان، واليوم يومك يا صديقي، فلا تنس ما قلت لك. أنسى؟ وكيف وأنت تقرئني تعليماتك كل صباح وكل مساء طول هذا العام الذي قضيته معك في هذه المدينة الخاوية؟ بعد قليل ستدخل علي هذه الكاهنة وتقف هنا وأنت مختبئ وراء هذه الستارة، فمهما فعلت فلا تبدي حركة أو إشارة. دعها تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، حتى إذا رمت سيفها وتركته من يدها وبدأت تتناول العشب المسحور لتجلدني به، عندئذ أتناول السيف. عندئذ فقط. نعم نعم، وأقرأ عليها القسم. تماما، فتبطل حركتها وتيبس يدها، وعندئذ أتقدم وأضرب رأسها، فإذا سقط رأسها بطل سحرها وتعود إلي طبيعتي وتتحرك هذه التماثيل التي هي رعيتي، وأستولي أنا على الطبول وأستحضر النجائب والخيول وأرجع إلى بلاد البعيدة وأعود إلى أمي الوحيدة. تذكر ذلك جيدا يا سيدي، لقد ظللت تردده أمامي عاما كاملا. انصت، إنها هي. حذاري، إن أقل خطأ تضيع أنت بسببه ونضيع نحن معك. خليها على الله. ادخل سريعا، ادخل أنت وراء الستارة. هيا يا حجر، لا مناص لا ممر. العهود لا تعود والوجود لا يجود. محمود، كفاني ما لقيت
ارحميني ارحميني. ومن يرحمني من نار الغيرة التي تنهش قلبي يا محمود؟ أنا لم أفعل شيئا يا شوي. وتريد أن تفعل يا محمود؟ ماذا يشفيني منك يا محمود؟ هذه ثيابي أشقها، وهذه خدودي أرطمها. أحبك يا محمود، أحبك وأكرهك، أحقد عليك النار في قلبي، النار النار. لا، ليس أنت الذي تتعذب، إنه أنا الذي أتعذب، وأكتوي بنارك وأذوق طعم الترمل وأنت حي. ماذا يشفيني منك يا محمود؟ الرحمة. أمزقك بهذا السيف، ولكنك تموت، تموت، وأبقى أنا للعذاب. اقتليني اقتليني، أتشفع إليك، خلصيني من هذا العذاب. لا، لن أقتلك، لن أجعلك تستريح. ارحميني. سأتركك هكذا، نصفك حجر ونصفك بشر، بعيدا عني أيها السيد. والآن بهذا العشب أبقيك في سجنك الحجري إلى الأبد، إلى الأبد. يا دمار يا حجر، يا حجر حسن، يا حجر يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ يا حجر، لا مناص لا مفر. العود لا تعود، والوجود لا يجود. أخيرا يا شواهي أو يا بهران. ارحمني يا ولدي. قف في مكانك. اقرأ اقرأ عليها القسم. يا حجر يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ يا حجر، لا مناص لا مفر. العود لا تعود، والوجود لا يكون. أجهز أجهز عليها. بسم الله. لا شلت يداك يا إلهي، انظر، لقد رجعت قدماي لحما ودما كما كانتا. نعم، لقد بطل سحرها. يا الملك، ما هذا؟ انتظر انتظر ايها الحاجب، الحياة، الدنيا، القصر عاد كما كان، وهؤلاء الجنود والخدم والأعوان. اسمع، المدينة لقد عادت لها الحياة. الحمد لله، الحمد لله. يدك يدك يا صديقي. استغفر الله استغفر الله. البريد يا مولاي. البريد البريد مولاي. متى قدمت لي آخر بريد يا مسعود؟ آخر بريد؟ لقد كان ذلك أمس يا مولاي. أمس؟ تقول أمس يا مسعود؟ مولاي تكلم. أعطني منديل الأمان. تكلم وعليك الأمان. إن المدينة كلها لا حديث للناس فيها إلا عن ذلك الحلم العجيب. أي حلم هذا؟ حلم يدعي كل فرد في المدينة أنه رآه فيما يرى النائم بالأمس. الناس كلهم يحلمون حلما واحدا؟ وهل هذا ممكن؟ ربما كان هذا أمرا بعيد الاحتمال. وما هذا الحلم يا؟ كل رجل وكل امرأة وكل طفل يذكر أنه رأى بالأمس فيما يرى النائم أنه حجرا،
وأنه مكث كذلك 7 سنين. ولولا أن كل واحد منهم أصبح فوجد كل شيء كما تركه بالأمس لما صدق الناس أنه في منام وأنه مجرد أحلام. أتسمع؟ أتسمع أيها الصديق؟ الناس كلهم يحلمون. لا أكتمك الحقيقة يا مولاي إذا ذكرت لك أنني شخصيا رأيت بنفسي هذا الحلم بالأمس. وأنت أيضا؟ ومن يدري، ربما كانت أضغاث أحلام. ولكن أنت يا حسن، ألست أمامي الآن؟ وهذه الكاهنة القتيل، أليست ملقاة تحت قدمي؟ لا، إذن إنها الحقيقة، هي حقيقة دونها الأحلام. ربما كنت أنا الذي أحلم يا سيدي، ولعل هذه مولاي المدينة كلها في ساحة القصر، الشعب كله في رحابك يا مولاي، يهتف باسمك يا مولاي. هيا بنا إذن أيها الصديق. الملك محمود صاحب الجزائر السكوت. أيها الناس، لقد كان حلما مزعجا ثقيلا، وتخلصنا منه جميعا بفضل الله وبفضل هذا الشاب الغريب. اليوم يوم الخلاص، اليوم يوم النجاة، اليوم يوم الحياة. اجعلوها أعيادا، أقيموها أفراحا، واذكروا الله فقد بطل السحر وانتهى الساحر. لقد ماتت الكاهنة. والآن يا سيدي، لقد اشتقت إلى وطني وأمي. أمي، أين الطبل؟ لقد كدت أنسى الطبل المسحور، إن كل شيء حولي ينسي ويتيه. إنه في جراب الكاهنة. هذا هو. ماذا تفعل يا صديقي؟ أدق الطبل وأستحضر النجائب والخيول. لماذا يا أخي؟ تسألني لماذا؟ لأذهب إلى بلادي البعيدة وأعود إلى أمي الوحيدة. لا، أبطل الطبل. ليس قبل أن نقضي حق الضيافة. لقد كنت ضيفك طول هذا العام. لا، بل كنت محبوسا مثلي، ولا بد أن تقيم بيننا وتحضر أعيايا على ظهور المطايا وتذهب إلى. ولكن أمي، أنت عرفتني بنفسك ووقفتني على حقيقة أمرك، ولا بد أن أعرفك بنفسي وأوقفك على حقيقة أمري. ولكني عرفت وشاهدت بعيني. إنك لم تشاهد من القصة إلا نهايتها. وهل لهذه القصة بداية؟ كما أن لها نهاية. إذن فهاتها من بدايتها. إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة من اعتبر. وبدأ الملك محمود صاحب الجزائر السود يروي للحسن البصري قصته ويحكي له حكايته. قال: وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.